الحمد لله سيناريو ولا اروع في نتيجه المباراه فقط. الاهلي يهزم سان داونز 2-0 بهدفي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الدقيقه 89 من الشوط الثاني. كابتن شريف مبروك، زي ما بقول لك كده سيناريو ولا اروع ولا اجمل ولا اروع من النتيجه. طبعا طبعا انا بتكلم عن النتيجه. طبعا الظاهر ايمن المدرب بتاع سان داونز اتكلم كتير والسما عاقبته، يعني احنا والغرور والبتاع، كان عندهم فرصه كبيره قوي هنا الحقيقه ان هم يطلعوا بنتيجه ايجابيه بالنسبه لهم. يعني انا شايف ان النادي الاهلي في حاله اجهاد عام، يعني ستيل عندنا ناقص لنا ديانج وايمن اشرف، هي هم اللي عندهم الروح والجري والعزيمه والتحركات انما بقيه الفرقه كلها مجهده. يعني انا مش شايف فرقه قاعده تجري في الملعب او تبني هجمه او لعيبه بتظهر، لا كل التمنيات الطيبه اللي احنا تمنيناها عشان ان احنا نعمل حاجه في هذه المباراه وقلنا بنضغط، وفعلا احنا لما بنضغط بيفقدوا الكوره، هم قاعدين يجرجروك ان هم يخرجوا على الاقل بواحد صفر، واحد واحد يبقى لهم وجود، وكان ليهم وجود في اول شوط وتاني شوط متسيدين وكله يعني. بس هو الشوط الثاني مستر موسيماني عدل من اسلوب اللعب، رجع نص ملعبه واعتمد على الكرات الطوليه، يعني احنا ما وصلناش منها، ولكن خطا حارس المرمى في اخر كوره في المباراه ادتنا الجول الثاني اللي احرزه صلاح محسن. ده حارس عالمي يعني هو يخاف انه يمسك الكوره هاند بول من بره فالكوره تيجي بهذا الشكل، ده سيناريو لكلما ان احنا بنشوفه كتير يعني. بنشوفه في الدوري الانجليزي حد بيطلع يقطع الكوره تقطع منه زي في ريال مدريد كده، شفنا جون قريب حاجه زي كده يوقفها قطعها. ممكن الجول ده يكون هو ان شاء الله باذن الله اللي وصلنا للدور اللي بعده. علامات بتحصل لك في الكوره زي ما علاء قال لك تكسب ولا تلعب. فهذا تكسب ولا تلعب النهارده، النهارده انا مش هقدر اقول لك اي حاجه غير ان انا عندي حاله اجهاد عام في الفرقه. لسه خارج من ماتش زي ماتش الزمالك، في ضغط نفسي وضغط عصبي على اللعيبه كلها، من 72 ساعه بتلعب ماتش زي ده ديربي كويس، وبعدين النهارده تيجي بتقابل سان داون برازيل افريقيا وبيلعبوك باسلوب وعندهم من الامكانيات جميعا انك انت لما تكسب 2-0 و3-0 هنا تبقى رايح الان برضو، لان هم عندهم من الامكانيات ان هم ليهم تواجد في اي حته. يمكن يحصل سيناريو السنه اللي فاتت كابتن شريف، ان شاء الله انت هتلعب هناك احسن ان شاء الله. انا بعد اللي انا شفته في الهدف الثاني ده انا متهيألي ان الاهلي ممكن يجيب هدف هناك ان شاء الله باذن الله، ويبقى له وجود هناك فيصعب المشكله جامد جدا. واساسا من دلوقتي لغايه هناك انت لازم تفكر في السيناريو ده، ان يكون ليك وجود هناك بهدف، الهدف ده بيقتل المباراه، انما هم هيكونوا اجريسيف اكتر من كده، هيكونوا على ارضهم هيلعبوك الساعه 3 الظهر. لا بس هو الجو كويس في جنوب افريقيا دلوقتي، يعني لما نسمع 3 العصر نفتكر ان في حر وبتاع، لا الجو في جنوب افريقيا مش يعني حر، جميع لا. الامكانيات درجه الحراره كويسه، يعني درجه الحراره 16 17 اذا كان الحكم ده هنا على ارضنا احنا وعمل كده. حكم كان سيء فعلا يعني الشوط الاول بالذات، انا ما شفتش حاجه كده. الراجل صفارته علينا احنا على طول، انذاراته علينا احنا على طول. ودي بقى عقاب السماء برضو، وده انت لما بتتظلم تتظلم تتظلم لازم هيكون في حد ربنا هو اللي بيترجم لنا الحاجات دي الاهداف، وهدف زي صلاح محسن كده. وصلاح محسن يعني بصراحه ما هو انا ما اعرفش ايه سبب ان هو ما ابتداش الماتش كمان. ولد سنه صغير ومتحرك، وكان قالوا ان كان عنده حراره يمكن او عنده برد، كان تعبان شويه، كان تعبان عشان الناس تفهم بس كمان ان هو ما ابتداش المباراه، فاهو بيخش الفورمه وبياخد ثقه ثانيه وكلام من ما اعرفش، عشان تقدر تحلل المباراه دي مش اكتر من انك تقول اجهاد عام للاعيبه النادي الاهلي وما عندناش اي حاجه نتكلم عنها. يعني هم كورتين بتوع صلاح محسن الاخرانيين، والكره اللي وقف فيها محمد شريف اوف سايد دي لو اتاخر سنة كان وداه قفش على الجول، كان بقى جون شكله احلى وشكله جميل صحيح. وكان ليك وجود، وانت لما بتضغط لسه يعني بصر على فرقه سان داونز، لما حد بيضغط عليها هم بطئه في اخطاء بطئه، انما انا بتدي له المساحه وتدي لا حد بيعمل ريمارك ولا حد اي حاجه مع اي فرقه كده مش سان داون بس. وتعرضت انت في ماتشين ثلاثه في الدوري لهذا الشكل. ايوه يعني كنت بتلعب المصري مصر. وكنت بتلعب جون على ما اعتقد كسبانها وضغط عليها ودخل فيه جون من الكره الثابته اللي كلنا اتكلمنا عنها دي، وهم اخطر ما عندهم الكره الثابته اذا كان كورنر او الفاولات اللي كان بيديها لهم على الاطراف او في العمق. فجود لك ومبروك النهارده الماتش، انا مش هقدر اقول اكتر من كده، ولازم الجهاز الفني اللعيبه دي لازم تحصل استشفاء فيها ويتهوا، اللعيبه دي لازم تروح قادره تجري في الملعب هناك،
ده سيناريو تاني خالص بقى. ازاي انت تعد العده بالهدفين بتوعك دول في المباراه الجايه؟ يعني صحيح. لازم يبقى في شكل ولازم يبقى في كارج كمان من الجهاز الفني ان في لعيبه معينه لازم تلعب. انا مش هفضل كل مره بلاعب لعيبه ما بتدينيش حاجه في الملعب، يعني لازم يبقى في اختيار بقى موفق. انت هتلعب بقى 4 4 2 هناك ولا 4 1 4 1؟ يعني شوف هتلعب ايه باسلوب مع فرقه زي دي تضيق عليها المسافات وما تقدرش المساحات اللي هي خدتها عندك في الملعب هنا. صحيح. فالف مبروك النهارده الهدفين فقط، وعقبال الماتش الجاي باذن الله.